هي المجلة الأولى في لبنان والعالم العربي التي تعتمد على الصورة وتضع النص على الهامش. مجلة صور تنطلق من لبنان لتمزج بين التلفزيون والصحافة المكتوبة في قالب جديد. تقرير محمد بركات. إذا كانت الصورة تساوي 1000 كلمة فمع كلمات قليلة ستساوي مليون. هكذا يقدم رئيس التحرير مجلته صور، الصحفية الوثائقية الوحيدة في لبنان والعالم العربي. مجلة ما بتشبه المجلات اللي بنعرفها، مجلة تقليدية، هو مجلة فيها مقال ارتكل مع شوية صور. نحن بالقلب، نحن الخبرية بتتخبر من خلال الصور وفي شوية كومنتس ليوضحوا الصورة. يعني هي عبارة عن مقالات من الصور بتوصل توبيك معين. المجلة تعمل وفق اسلوب التحقيق المصور مثل هذا الذي يعرض ثقافة النراجيل في لبنان في المقاهي والشوارع والمسابح والمطاعم وحتى الدليفري منها من دون كلام كثير. الفكرة بلشت انه لاحظنا انه ببلادنا لا بلبنان ولا بالدول العربية في عنا مقالات تصويرية مثل منشوف بالتايمز بالناشنال جيوغرافيك مش موجودين، برغم انه نحن ما بنفتقد ابدا للمواهب ولبلادنا بشكل عام غنية كتير بالحضارة بالثقافة، بس ما في عنا صور توصل هذه الرسالة بطريقة مهمة. فهي فرصة انه نعطي اولا فرصه للمصورين ان كانوا بروفيشنالز او هواة انه يعرضوا صورهم يوصلوا لاكبر عدد من الناس. العدد الثالث خصص لذكرى الحرب الاهليه وقد تناولها في أسوأ ظروفها وفي نواح جيده منها. العدد المقبل من 22 سيخصص لالتقاط صور من 22 دوله عربيه في الوقت نفسه في الساعة الثانية والدقيقة 22 من يوم 22 من آب للوقوف على اختلاف الأزمنة والأمكنة في اللحظة الواحدة.